نجمة صباح على نجمة FM. أهلا وسهلا بكم من الكل في نجمة صباح. ساعتنا الثالثة يكون مخصصة لآراء مختلف الكتل والأحزاب المكونة المشهد السياسي في تونس بعد أعلام ولحكومة فيها 7 أنساء. شو رأي مختلف الأحزاب والكتل؟ هذه اللي مش نعرفوه. تحية تونس. والنائب اللي بش يكون ضيفنا اليوم سيد مروان فلفل. ضيف اليوم سي مروان. صباح النور سيد النائب. صباح النور. صباح النور حي صباح النور لكل مستمعي نجمة أفهم. نشكرك على تدخلك معنا سيد أنيب. رأيك على حكومة وتشكيلة الحكومية للسيد هشام المشيشي؟ أولا نحب نقول لي تشكيلة فيها كثير من الكفاءات المشهود لها أبناء الإدارة من مختلف أنا أقول في تكوينهم، ولكن أنا نجم نقول من خيرة الكفاءات اللي في اليوم في البلاد، وإن شاء الله رب يكون في عونهم، لأنه المسؤولية ما هي سهلة. الوضع صعيب ويتطلب أنه الناس كل تعمل بجد وبتجرد وبالكثير من الوطنية باش نخرج البلاد إن شاء الله من الأزمة. هل هذا كافي أنه نعطيه خيرة الكفاءات الوطنية والإدارة التونسية في حكومة سياسية ومع اللي هكتشوف مع تلزم يجاري وكل شيء منهم حتى اللي صار في مجلس النواب الشعب؟ هل هذا كافي؟ والله أنا أنت سألتني شنو رأيك في الحكومة، هل هذا كافي؟ أنا أعتبر اليوم عادش عنا أنا نقول للوكس أو البذخ أنه نعملوا السياسة السياسوية، أو أنه الأحزاب تمارس بعض أو الأطراف السياسية أو كذا تمارس أنا نقول بعض منطقة المحاصة المقيتة. أنا أقول إنه إحنا نعرفه، ونحن كنا في حكومة وأكثر من 3 سنوات وأكثر من 5 سنوات في ذلك. صحيح. معناها نجم نقول إنه اليوم اللي في البلد الوضع عادش يحتمل ربما الإفراط في المحاصة، لأنه وصلتنا إلى طريق مسدود، إنه ما خلتش الحكومة تعمل، خلتها رهينة ربما بعض الأحيان الابتزاز بعض الأطراف، أو خلت أنه العمل الحكومي يتعطل، ونحن مناش المرحلة وضع استثنائي. الوضع أنه نسبة تراجع سلبي في نسبة النمو ممكن أكثر من نجم نحكي ولا 21% ارتفاع في نسب البطالة، 200 ألف موطن شغل مهدد بأنه يخسر. أنا ما قلتش أن خلق مواطن شغل، وإنما أنه ارتفاع كبير في نسبة البطالة. كل المؤشرات تجم تعطي حجم التحدي الاقتصادي والاجتماعي إن شاء الله. سيد النائب، أنه 100% مستقلة تم التشكيك فيه، هاو نعطيك مثلا 2-3 أسامي. مثلا سيد علي الحفصي باغ اكزومبل، اليوم نحكي اسكو اليوم فما ممثل حزب البديل، هذا اللي فهمناه، فما اللي قائم بالحركة بالحملة الانتخابية لسيد رئيس الجمهورية الحالي موجود اليوم في لوز مقترحين كوزير. الاستقلالية لنا نجم تكون من أحسن ميزات الحكومة الحالية أو التشكيلة الحالية. هو على الأقل اختيار واضح. الاستقلالية نجم نقول بطبيعة الحال معناها الاستقلالية إلى أي حد معناها مستقل، لأنه معناها حتى المفهوم معناها ما نجم ما فيش مفهوموش مفهوم قانوني، هو معناها إن أبريسيسيون مفهوماش كيفاش يتقاس الاستقلالية، ولا فما شهادة استقلالية معناها تعطيها مصلحة من المصالح أو الإدارات، ولكن هو تقييم لمواقف الشخص أو ابتعاده على التنظيمات أو أي تنظيم حزبي وارتباطه العضوي. أنا أقول معناها أي كيان اليوم تجم تكون معناها مش مخالف في حزبه، ولكن تجم تكون أكثر مساند للحزب هذا بطبيعة الحال. معناها مسألة أنا أقول ماهيش معناها ما نجموش نحكم عليها مباشرة، ولكن أنا تركيبة الحكومة في أغلبها مشهود لأعضائها بالكفاءة والنزاهة، وربما نقول معناها بأنه على نفس المسافة. واضح.
سي مروان حسب الآراء الأولية على الأقل تحية تونس وين ماشي؟ مش يكون مساند للحكومة هذية؟ مش يكون أوليا؟ ايه؟ أنا أقول احنا مواقفنا كانت أنه دعمنا في رئيس الحكومة تفعلنا معها إيجابيا وكل إيشان مشكيشي تفعلنا معها إيجابيا في كل مراحل تطور المشاورات. بطبيعة الحال القائمة ما خديناهاش قبل عرفناها كيف توانس الكل وبالتالي اليوم عندنا مجلس وطني بعد ساعات في العشية والموقف الرسمي حركة اليوم مش يصدر. بطبيعة الحال نحن تفعلنا إيجابيا كنا من تقريبا الأحزاب اللي لم تطع شروط ما عملناش تصريحات بالعكس حاولنا الحكومة الضغط المحاط والمسلط على رئيس الحكومة المكلف لأنه مش لأنه ما نجموش نعملوه ولكن لأنه نعرفه اليوم وضع البلاد شنو اللي ينتظر منه مش كما بعض الأطراف اللي ربما تشوف أنت في التصريحات تسمع تعرف وتونس قاعدة تشوف. واضح. سي مروان قبل ما نختم معك بحكم خبرتك هذه نحكي على دورة برلمانية ثانية سوف تحظى بثقة مجلس نواب الشعب وانت العالم بخفايا اليوم والكوليس اللي صارين في مجلس نواب الشعب لي من أجل مصلحة تونس هذه الحكومة يجب أن تمر باش تمر باش تمر وستمر. سي مروان في الفيل النائب عن تحية تونس الحقيقة سعيد جدا بحواري معك لتعودوا تلقاو شوية أخرى على الباج أوفيسيال فيسبوك. اليوم سوف نتعامل إيجابيا مع الحكومة مقترح التشكيلة الحالية هذا اللي كان صرحنا به بساعات قليلة مش يكون فما مجلس وطن لتحية تونس ويقدمون فيهم رأيهم الرسمي لهي كتلة تحية تونس. أهلا وسهلا بكم نجمة الصباح حتى لتسعة ما تبعدوش أنا رجعين أبدا نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.